والله أنا في خاطري يعني أحط لي تاتو. خاطري يعني وردة مقلوبة شكل غير، عرفتي؟ ما يحجب الوضوء ولا يسبب حساسية. في ناس واجد يقول التاتو الحرام، بس بعد في ناس واجد يحللونه. والله قاعدة أدور على خيل صغير. يعني صار شيء طبيعي البنية تحط تاتو. مشاهدينا، أحياناً يكون عندنا في المجتمع أشياء ما يتقبلونها الناس، ولكن شبابنا البحرينيين المبدعين عندهم مشروع فريد من نوعه، واللي هو تاتو الحلال. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. كل المشاريع اللي في الديرة يوتوا هاي المشروع، إيش معنى؟ كل المشاريع صايرة كوبي بيست. أحلاه إن أنت تبتكر شيء جديد على السوق. الناس كلها طلعنا من الإسلام، يعني في ناس شريحة كبيرة إذا ما يفهم مباشرة يدش على الحساب مباشرة يسب. الله يبعدكم عن بزنس الحرام، والله يوديكم إن شاء الله للطريق الصح. يعني فترة بسيطة ويروح، يعني هاي اللي عارفة من التاتو. شكل اللي تدورين عليه؟ أدور على شكل ورد بس مقلوبة شكل غير، عرفتي؟ ليش ما اتجهتي لخيار التاتو الدائم؟ أولا مو مسموح لي إنه أنا أحط، ثاني شيء ما بيخرب البشرة ولأنه حرام. دام هني البوث موجود قلت باي بجرب. أنا مستبدلت لأن أنا ما أقدر أسوي تاتو دائم، أنا ما أبي. أنا يعني أعرف إن مظهر غير ذي وذي، أنا غير مصرح لي أصلا إني أسوي تاتو دائم. إن هذه طبيعي مكون من أعشاب، فيعني شيء زين حق البشرة، يعني السكن نفسه. واجد من المجتمع البحريني يطلع برا عشان يسوي تاتو ويرجع البحرين. ليش هني صار ممنوع؟ الحمد لله فخر إلينا إن إحنا أكثر من 90% من الزباين مالنا شالوا من بالهم فكرة التاتو الدائم أساساً، واكتفوا بهذا وخلاص. خلاص عطيتونا أنتون الحل من عندنا، قطعة أسبوعين ما عجبته بتروح. يعني سنة سنتين ثلاث يتمللون، فيدفعون مبالغ أضعاف التاتو اللي خلوه، وفي النهاية تتشوه الإيد بعد وما يطير. ففكرة التاتو اللي عندنا يدوم من أسبوع إلى ثلاثة، طبعاً ما يحجب الوضوء ولا يسبب حساسية. شلون يعني ما يحجب الوضوء؟ ما يحجب الوضوء نظام نفس نظام الحنة، بس الحنة ساعات يخلون فيه كيميكال أو بترول، إحنا لا، أعشاب طبيعية وما يشكل لأنه طبقة على الجلد. أول ما تحطينه بيكون شفاف، ما يبين، بس بيبين إن الجل نزل على البشرة. خلال 24 ساعة بتمتص البشرة، بتشوفونه شوي شوي يغمق. في ناس واجد يقول تاتو الحرام، بس بعد في ناس واجد يحللونه. يعني شلون يحللونه؟ يعني هذه الأشياء دينية إحنا ما ندش فيها، بس ننتسب للحنة أكثر من التاتو، بس الشكل يعطي الشكل التاتو الدائم. نظرة الشباب حق البنية اللي حاطة تاتو قبل يمكن نظرة مو أوكي، بس الحينية والتطور اللي وصلنا ليه عادي أحس. يعني صار شيء طبيعي البنية تحط تاتو.